في سالفتنا اليوم راح نتكلم عن مقولة منتشرة كثير بين الشباب وهي خليك بي. تحسون انها عبارة مشجعة للاشخاص بمعنى اكتم خوفك وتشجع، او تحسون انها تنشر التنمر لان مردها انهم يكتمون مشاعرها؟ يكتمون مشاعرها. الله. طيب يلا انت ايش رايك؟ شوفي انت ما قلتيها صح في البدايه، هم ما يقولوها كذا خليك ذيب. خليك ذيب. ايوه كذا خليك ذيب كذا بقوه. شوفي في مثل دائما يقول ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. يعني انت مع ولا ضد الكلمه؟ والله شوفي اذا كان خليك ذيب بمعنى التنمر أنا لا ما أوافق عليه، لكن إذا كان خليك ذيب بمعنى الشجاعة وواجهك واجه مخاوفك وتحدى نفسك أوكي، بس كمان مو الشجاعة اللي تقودنا إلى التهلكة أو اللي تقود الشباب إنه عشان في تحدي بينهم أو عشان في أنت خواف معناته إني أنا أسوي حاجة ممكن تكون خطر علي أو على حياتي مثلا تفحيط وسباق ومدري إيه، لا أنت ما أنت رجال خليك ذيب وما تخاف، لا هنا نقول لا مش هذي خليك ذيب اللي أنا أتكلم عليه، خليك ذيب ممكن اللي هو واجه مخاوفك واجه مشاكلك خليك شجاع هنا. أما اللي في شغلة التحريض والتنمر بالضبط هذا اللي لا. طب خلونا نطلع فاصل الاستطلاع ونشوف نرجع. تعتمد على الشخص نفسه هل هيقبلها، لو قبلها بمحمل ان هو يبقى قوي فهتبقى ليها محمل ليها مردود ايجابي، لو تقبلها بشيء سلبي ممكن تكون بالنسبه له شيء مش كويس، بس انا لو انا حاسس ان هي انا حاسس ان هي ايجابي مش سلبي محفزها. بالعكس والله اشوف ان خليك ذيب كلمه تشجيعيه تحفز الواحد وتخليه يتحرك يمين ويسار وابد ديب زي ما قالوا. مقولة خليك ديب كلمة محفزة من جميع النواحي، من ناحية الأب لأولاده أو من ناحية المدير مع الموظفين أو من ناحية الشباب بينهم البين أو جميع في جميع الطرق كلمة محفزة. بالعكس كلمة محفزة وما فيها أي تنمر، يعني هذه ثناء على الشخص لما يسوي أي شيء كويس طيب سواء ديب أو غيره، هذا مصطلح كويس، يعني هذه ثناء على الشخص نفسه وعلى العمل اللي قام فيه. وقتنا هذا معروفة كلمة ديب أو ديبان، يعني يطلق على الشخص اللي فيه صفات زينة، يعني الديب فيه بعض الصفات الجيدة، فهم أعتقد استخدموا المصطلح هذا على أساس يرجعون للصفات الزينة في الذيب وليس يعني تشبيها في أي شيء ثاني. شوفنا رأي الناس بخصوص هذا الموضوع، وانتم مشاهدينا لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي او هاشتاج السالفة وما فيها عشان تتفاعلوا معنا على موضوع خليك ذيب. ايش رأيك يا أودي في هذا الكلام؟ خليك ذيب. شوف الكلمة بحد ذاتها حلوة بس لازم نعرف وين نستخدمها. بالضبط، يعني مو أي أحد يقول لك خليك ذيب سواء كان بخير أو بشر أنه أنا أكون معاه أطير، ولا تنفع حتى للأطفال أني أنا أعلمه على هذه الكلمة، لأنه الطفل ما يستوعب مدى الخطر اللي هو يكون فيه. مثلا يعني يتحدوا أطفال مع بعض أنهم يسبحون، روح الغريق، خليك ذيب فيقوم يغرق. صح، ما عنده حال أهل، فلازم ننتبه لهذه النقطة. بالفعل بالذات الأطفال المراهقين، وأنا هذا اللي هنا اللي بتكلم عليه إنه هذه الكلمة ممكن تستخدم في غير موضعها الصحيح، زي ما قالوا الناس هي كلمة محفزة وكلمة حلوة، ولكن دائما انه وراء بعض الجمل او بعض المصطلحات نكون دقيقين خصوصا مع الاطفال او المراهقين، لانه ممكن تستخدم في تحديات في تنمر في مشاكل، وهذا الشيء اكيد اللي ما نبغاه. لكن خليك ذيب اذا كان من باب الشجاعه حلوه ماشي الحال، ودائما تحسين ده المصطلح اكثر عند الشباب. بالضبط بدي اقول لك عند الشباب، احنا البنات ما عندنا خليك ذيب، لا خليك كتكوته على قد ما تقدر يعني. بالضبط، يعني يمكن عند الشباب اكثر خليك ذيب، لكنه زي ما قلت لك في مثل ثاني لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب، لازم تكون هي الذيب مصطلح يعني عن يعبر على الشجاعه والقوه وانه الواحد يكون كذا مقدام. ما شاء الله عليك يا اودي، والله انك رهيبه يعني عجبتيني في هذه المساله. لكن مع البنات كيف ما حنقول خليك ذيب ولا نقول خليك ذيب؟ لا حتى مع البنت، يعني كمان البنت تنظلم ما تاخذ حقها خليك ذيبه. ما اعرف تردين كيف، بس يعني بادب برضو، يعني مو تجي واحده تنصحني مثلا اشتكي صديقاتي انه فلانه نصحتني ليش خليك ذيبه ردي
عليها، فحس انه غلط بعد انه انا اهاجم شخص او اني انا اتهجم على شخص. بالفعل. فهي تجي بمعنى التنمر وتجي بمعنى الشجاعه. بالفعل. واحنا بالضبط موضوع التنمر هذا يعني اللي كل فتره لازم نقعد نركز عليه ونتكلم عليه، لانه التنمر مهما قاعدين نحاولوا اننا نحاربه او نقلل من مكانته، لكن التنمر للاسف هو منتشر. مجموع موجود ومنتشر في كثير، سواء في المدارس، في العمل، في حتى في وسط العيله، يعني في تلاقي اطفال يتنمروا على بعض لما يجوا يلعبوا. فهنا موضوع التنمر هذا اللي واحد يخاف منه، ما يبغى انه الاطفال انه يفهموا الشجاعه غلط. صح. يعني احنا ممكن صح نتشجع ونلعب مع بعض وكذا، بس مو معناته ان هذه الشجاعه تقود اني انا استقوي على قريبي او صديقي او اني ازعله او اني احس. اصلا تطلع من موضوع الشجاعه للتنمر تصير. ترى احس في بينهم اختلاف بسيط. يعني الناس مين فرق بين اكون شجاع بين انا اتنمر؟ يعني يحسون اللي يتنمر شجاع، لا غلط. التنمر شيء ثاني، مردوده سيء جدا. هل مريتي بتنمر؟ في احد يتنمر عليك يا ودي؟ الحمد لله. هل مريتي ذيبه؟ ما حد يتنمر عليك ذيبه. ما هو ده. هل مريتي بوحده كانت ذيبه؟ يعني كانت وحده قالت لها خليكي ذيبه مع اودي ورد عليها؟ ما قد. انا ما احط نفسي في المواقف. ما الواحد ما يحوج نفسه هذه الاشياء. بالفعل. هي اذا كانت تستخدم للشجاعه وليس صح. للتنمر زي ما قلت يا اودي. عموما مشاهدينا احنا كده وصلنا لختام حلقتنا لليوم، اتمنى تكون حلقتنا عجبتكم. نشوفكم بكره في حلقه جديده. الى اللقاء.